مهندس مصري تحدى الطراز المعماري الغربي وأسس لنفسه مذهباً مستقلاً بالبناء. خلفه كثيرون وخففوا من إنجازه، لكن أسلوبه الآن يتم تدريسه بأرقى جامعات العالم. أنا سمر فهمي، أصحابكم عبر إيكو عربي في سيرة مهندس مصري استثنائي. ولد حسن فتحي عام 1900 في الإسكندرية لأسرة أرستقراطية. انتقل إلى القاهرة في سن 8 وتميز منذ صغره بذكائه. التحق بكلية الهندسة الموجودة بجامعة فؤاد الأول آنذاك. حصل على الدكتوراه من جامعة فرنسية بدعم من الدولة. كان حسن يعيش حياة ميسورة مادياً ومرفهة. لذلك عندما زار الريف المصري صدم من فقر الأسر وتدهور أحوالهم، فقرر تسخير حياته لمساعدتهم ببناء منازل تتناسب مع إمكانياتهم البسيطة. في ذلك الوقت كانت مصر تعاني من تدهور الظروف الاقتصادية التي أدت إلى غلاء مواد البناء المستوردة، فانتهز حسن الفرصة وحاول فرض مذهبه باستخدام الطوب اللبن في البناء، رغبة منه في مساعدة الفقراء وإحياء الهوية المصرية في المعمار مجدداً. نفذ المهندس المصري أولى أعماله على الطراز الريفي في مدرسة بطلخة. وقتها لم يقتنع أحد بأسلوبه التراثي واعتبروه غير مواكب للحداثة. وعندما تم تكليفه بعمل جديد فرض رئيسه عليه أن يكون التصميم حديثاً، ولكن حسن رفض رفضاً تاماً وقدم استقالته من الوظيفة. عمل المهندس المصري بعد ذلك كمدرس بكلية الفنون الجميلة، إلا أنه أيضاً لم يستطع إقناع طلبته بمذهبه المعماري الجديد. استمرت أوضاع حسن على نفس الحال إلى أن كلف ببناء قرية القرنب الأقصر عام 1946. بنى المهندس المصري بيوت ومنشآت القرية بالكامل على الطراز الريفي بالطوب اللبن، وراعى فيها دخول الضوء والهواء بشكل دقيق ومدروس، كما درس حركة الرياح ودرجة الحرارة وموقع البيوت بالنسبة لأشعة الشمس. منذ ذلك الحين حظى حسن فتحي بشهرة واسعة حول العالم، والتفتت كثير من البلدان إلى رؤيته الخاصة حول العمارة البينية. برغم من تلك الشهرة وإشادة العالم بإبداعه، ظلت مشروعات وأفكار حسن تعاني من الروتين الحكومي في بلده، ولذلك اضطر في أواخر الخمسينات للسفر إلى اليونان. أنشأ حسن هناك مشروعات عديدة رسخت طرازه الريفي، وبعد سنوات قليلة عاد إلى مصر وتولى العديد من المشاريع والمناصب الهامة. عمل حسن أيضاً كخبير لدى منظمة الأمم المتحدة في مشروعات التنمية بالسعودية، كما عمل أستاذاً زائراً في جامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، وساهم في إنشاء قرية دار الإسلام في أمريكا. أصدر كتاباً بعنوان عمارة الفقراء حقق شهرة واسعة في العالم. حالياً يدرس طرازه المعماري المميز في أشهر جامعات العالم. نال حسن العديد من الجوائز المحلية والدولية تقديراً لمساهمته بالعمارة، أهمها جائزة نوبل البديلة وجائزة آغا خان والميدالية الذهبية للاتحاد الدولي للمعماريين في باريس. توفي مهندس الفقراء عام 1989 تاركاً خلفه إرثاً علمياً كبيراً. رحم الله المهندس حسن وكل من سعى برفعة وطنه. نلقاكم الحلقة القادمة. إيكو عربي.